دلوقتي عندنا كذا نوع في المزرعه هنا، حوالي 18 نوع مانجا في المزرعه. هنبدا بحاجه اسمها الهيرو او هيرو المانجا في الاسماعيليه، اسمها السكري. كلنا عارفين السكري في مصر، السكري اللي هي الحبايه الكبيره الصفراء المليانه لحم، اللي كل لما بنيجي ناكلها بتجيب ميه هنا وميه هنا وميه في كل حته، هي دي المانجا السكري. احنا فكره المزرعه جت من اختلاق او الفكر السياحي من الزراعه المصريه او الزراعه بشكل خاص في الاسماعيليه من موسم المانجا وكده. الفكره جت من 2021، بدانا في ان احنا نطرح فكره حصاد المانجا او موسم حصاد المانجا في الاسماعيليه. وبالفعل الفكره جت، الناس تهافتت على هذا الموضوع، انها نفسها طبعا تعمل حصاد مانجا في مزارع المانجا. واخيرا الحمد لله بدات الفكره تتطور ان احنا بنقدم سياحه البيئيه من في مزارع شجيع هنا. وطبعا موضوع السياحه البيئيه كان طبعا مترق في كذا حاجه، ان احنا نبدا نشتغل على كل حاجه خارجه من البيئه، سواء طبعا صناعه الالبان، صناعه اللبن، الابل، الحاجات، كل حاجه عندنا في الريف المصري، والفطير المشلتت بالسمنة، الحاجات اللي هي خاصه بطبيعه الفلاح المصري او المزارع المصري البسيط. عملنا هاشتاج اسمه تعالوا الاسماعيليه مع رواد السوشيال ميديا وبعض الممثلين في السينما المصريه. عملنا مبادره ظريفه صغيره، قلنا نعمل رواج، وبدانا حطينا خريطه سياحيه لمحافظه الاسماعيليه على مدار 4 سنين، من 2021 لحد 2025. وبدانا نقول هنشوف هنقدر نشوف يجي رواج الاسماعيليه، ولكن كان لازم نكون عندنا ادوات لسياحه اليوم الواحد في الاسماعيليه. والحمد لله اسسنا بدايه كويسه. اول سنه 2021 في موسم الحصاد جالنا 12000 نسمه. فال 12000 نسمه الناس انبهرت، يعني احنا كنا كبير طموحنا ان هو يجي لنا 3000 4000، فجالنا 12000. يعني احنا متعودين نروح يعني كذا مكان، بس المكان ده يعني جميل، تحفه تحفه، يعني حاسه يعني عايشه في طبيعه. جينا هنا صورنا مع الجدي، شفنا مناظر بصراحه بس يعني بشوفهم على الافلام لما بيجوا هنا. وجينا هنا عملنا الكسره، وعملنا كمان الفطير واكلنا، والغدا كان كويس جدا، وانا بحب مصر وتحيا مصر. بجد فرحانه جدا، سعيده جدا بالمكان، بجد مبسوطه بيه جدا جدا. اول مره بخطف في الفراوله كان شعور حلو يعني، ومتشرف يعني بحاجه هذه. تجربه حلوه جديده بالنسبه لي، يعني تجربة حلوة جديدة قوي بصراحة، جميلة جدا. دي احسن فراولة شفتها، يعني دي تختلف اللي ناكلها في القاهرة.